الحقيقة أنه يعني وضع غطاء عقائدي. بس أنا أعطيك دلالة ثانية وراء ما قال الأستاذ. وضع غطاء مادية، دلالة مادية العفو. وضع غطاء عقائدي على قضية يعني معنية بها تركيا وليس العراقيين، هو محاولة لزج العراق في إتون مشكلة ليس لنا بها علاقة، يعني تحميل البلد أعباء أنا أعتقد أنه ينبغي أن نبتعد عنها. نعم. اثنين، جزء من أصل المشكلة هو تداخل الخنادق بينما هو رسمي في العراق وغير رسمي، إذا بتوضيح بعبارة أوضح ما بين الدولة والدولة العميقة. يعني الآن يعني واضح وكأنه الفصائل التي تحركت في الحشد الشعبي باتجاه سنجار، يعني ما من حديث السيد حامد يبدو وكأنها تحركت يعني وفق رؤية عقائدية وليس وفق رؤية الدولة، أو أن يعني دافعها مو يعني دافعها يتعلق بقضية عقائدية بهوية طائفية يعني هاي محاولة لي مع احترامي أنه يعني إدخال العراق في مشكلة هو في غنى عنها. احنا ناقصين مشاكل بالعراق حتى النوبة هي المشكلة موجودة.